اللي بينضم إلينا أبو علي الروجي مراسل شبكة شم، أهلا بك. إذا الثوار يسيطرون على حاجز الخزانات في خان شيخون، ما تفاصيل هذه العملية وحتى الساعة هل من مستجدات؟ نعم، اليوم كان اليوم في إدلب حافل بالأحداث والانتصارات. من اليوم مساء تم تحرير معسكر الخزانات الذي يعد أكبر معاقل النظام في مدينة خان شيخون بعد عمليتين استشهاديتين دامت، وبعدها بدأت اشتباكات عنيفة دامت لعدة ساعات بين قوات النظام والثوار. تمكن الثوار من السيطرة على المعسكر بالكامل، وتكمن أهمية هذا المعسكر كونه معسكر كبير جدا وفيه عدد من الآليات، وكان يؤمن الإمداد لجميع الحواجز في مدينة خان شيخون وشمال المدينة، ويعد مركز لإمداد لاحتواء على خزانات ضخمة ومركز لإمداد حواجز هذه بالذخيرة والأسلحة. وبذلك يكون الاستيراد الدولي بعد السيطرة على هذا المعسكر أصبح تحت سيطرة الثوار بالكامل، بدءا من مورك إلى خان إلى بلدة حيش في ريف معرة النعمان الجنوبي. نعم، شكرا لك أبو علي الروجي مراسل شبكة شام، كنت معنا عبر الهاتف.